لما النتيجة بتاعتك تطلع وابوك يجيله تليفون. قعد يا خالد، امال انت على كده النتيجة بتاعتك هتطلع امتى؟ ايه نتيجة؟ ما المقصود بنتيجة؟ ايه نتيجة دي؟ الشهادة يا حبيبي، الكحك ابو سكر. الشهادة؟ لا، ما انا عارفها دي، ما تقلقش. عارف الشهادة وما قلتها ليش ليه؟ طب قولها لي، طمني. اشهد ان لا اله الا الله. وحيات امك، بقول لك الشهادة، هياخد الشهادة بتاعت الامتحانات. ايه؟ لا، عرفتها دي يا ابويا، لسه بدري عليها دي خالص، انساها انساها دي، مش دلوقتي. لا والله، اصل في ناس بيقولوا انها طلعت بدري. نهار السود، هو عارف منين؟ لا لا لا، سيبك منه، ده كله بلح، مفيش الكلام ده. طيب ماشي. ايه ده؟ مستر عرفات بيرن. احمس. لا يا ابويا، ما تردش عليه، ما تردش عليه، ممكن يكون عايز فلوس. اوعى ترد. لا هرد، استنى. الو، احيت. طب على ما نشوف المصيبه دي يا اخواتي، هفكركم ان لينك البرنامج اللي بيخليك تراقب اي حد عن طريق رقم تليفونه جوه تحت صورتي، كله يخش يحمل اللينك من تحت صورتي ويراقب اي حد يعرف عنوانه ومكانه وبياناته كلها من مجرد رقم تليفون. ايه؟ انا والد خالد. احي احي احي، اعمل انا ايه؟ انط من الشباك؟ انت بتتكلم بجد؟ خالد ابني؟ يا رب يا رب، انا ما كنتش عايز اموت الموتة دي، بس انا مضطر. يعني اتأكدت خلاص انه خالد عادل؟ اكيد كده. حلوة قوي، تمام، الف شكر يا استاذ، ربنا يبارك لك، مع السلامة. هاد يا خالد، مبروك. مبروك، انت طلعت من الاوائل يا خالد. بعد ما موت. ممكن نوقف كحة وانا بصور بس؟ اخلص تصوير وكمل كحة براحتك. مش يا انوسي حبيبي؟ بس هي الكحة ما بتجيش غير وانا بصور؟ حاسب رجلك كده، الله يرضى عليك.